تم افتتاح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير جميع المستلزمات الغذائية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة، حيث تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرا. ان احنا عندنا ثلاث معارض رئيسيه في كل محافظه باجمالي اكثر من 100 معرض رئيسي على مستوى الجمهوريه، بالاضافه ان احنا الشوادر كلها اللي تابعة للساده المحافظين تبقى من ضمن مبادره اهلا رمضان. السيارات المتنقله اكثر من 300 عربيه طالعه تابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه. ايضا اتفقنا مع الساده وزاره الداخليه معارض كلنا واحد اللي هي مبادره امان اكثر من 3000، السلاسل التجاريه 1300 سلسله على مستوى الجمهوريه فيها ركن اهلا رمضان، المجمعات الاستهلاكيه حوالي 1200، الشركه القابضه للصناعات الغذائيه عندها اكثر من 30 شركه مشاركه هذا العام في المعارض. المبادره دي مش في رمضان بس، المبادره دي بقى لها ست شهور على ارض الواقع، مش النهارده بس ولا في رمضان بس. وغير المبادره انا عندي بتاع ست معارض برضو غير شبرا الخيمه، وعندي عربيات متنقله بتنزل الكره. السكر والرز والزيت باسعار مش موجوده بره اصلا. الزيت اقل زيت عندنا هنا ب 55 جنيه 700 جرام، وفي 800 جرام عامل 75، و 80 جنيه اللي هو اللتر. الرز بيبقى من اول 27 جنيه.